مرحبا بكم. نحن اليوم على موعد مع رحلة عبر الزمن، حيث سنستعرض تاريخا عريقا وتجديدا مبهرا لمعلم من معالم تونس العاصمة. سنتجول اليوم في مسبح قديم ساحر كان يوما ما قلب الحياة الاجتماعية والرياضية في المدينة. مسبح شكل أجيالا عديدة في قلب تونس العاصمة، حيث كان يجمع بين العائلات والأصدقاء في أجواء من المرح والبهجة. مسبح البلدية بالبلفيدير ليس مجرد مسبح عادي، بل هو كنز من التاريخ والتلاحم المجتمعي. كان هذا المكان شاهدا على لحظات لا تنسى، حيث كان الناس يجتمعون للاحتفال بالمناسبات والأعياد. بني هذا الملاذ المائي الفخم في ثلاثينيات القرن الماضي خلال فترة الاستعمار الفرنسي. كان تصميمه يعكس الطراز المعماري الفرنسي، مما أضفى عليه طابعاً فريداً ومميزاً. كان أول مسبح عام في تونس بطول 50 متراً وعرضه 25 متراً، مثالي للسباقات والمرح العائلي. كان يستضيف مسابقات السباحة والفعاليات الرياضية، مما جعله مركزاً للأنشطة الرياضية. على مدى عقود، كان هذا المسبح نقطة جذب للعائلات والشباب التونسي، حيث كانوا يقضون أوقاتاً ممتعة في الماء، يتعلمون السباحة ويستمتعون بأشعة الشمس، حيث علم أعداداً لا تحصى من الأطفال السباحة وغرس فيهم حب الرياضات المائية. كان المسبح مكاناً لتكوين الصداقات وبناء الذكريات الجميلة. لكن الزمن لم يكن رحيماً، فقد تعرض المسبح للإهمال والتدهور، مما أدى إلى تدهور حالته بشكل كبير. فقد ظهرت تشققات وتدهورت جودة المياه، وأصبح المسبح غير آمن. كانت هذه الحالة المؤسفة تتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ هذا المعلم التاريخي، ولم يكن أمام السلطات خياراً سوى إغلاقه. كان هذا القرار صعباً على الجميع، حيث فقدت المدينة جزءاً من تراثها. لننتقل إلى اليوم، وبفضل الجهود المجتمعية الدؤوبة ولد مسبح البلفيدير من جديد. تم تجديده بالكامل ليعود إلى مجده السابق، بل وأكثر. لقد حوله التجديد الشامل إلى أعجوبة عصرية، مزج فيها بين ماضيه العريق ومرافقه الحديثة. تم الحفاظ على الطابع التاريخي للمكان، مع إضافة لمسات عصرية تلبي احتياجات الجيل الجديد. إن إعادة افتتاحه لا تقتصر على مجرد استعادة مسبح، بل هي إحياء لرمز من رموز الحياة الاجتماعية والرياضية التونسية. أصبح المسبح مجدداً مكاناً يجمع الناس من مختلف الأعمار والخلفيات. إنها إعادة إحياء ذكريات أجيال وبناء ذكريات جديدة للمستقبل. يمكن للأطفال الآن الاستمتاع بنفس التجارب التي عاشها آباؤهم وأجدادهم. هيا بنا يا أهل تونس لنغوص معاً ونحدث أمواجاً جديدة. دعونا نحتفل بهذا الإنجاز ونجعل من مسبح البلفيدير مكاناً للفرح والمرح مرة أخرى.